ناجح جدا. طيب شو رايكم بخروج فهد للكل؟ هذا حزن جدا والله، مؤلم جدا والله قرصان. والله والله انا 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 من الناس فعلا زعلت على خروج فهد، لانه فهد شاب موهوب جدا، شاب خلوق، فنان بالفطره. وانا بتنبأ له في يوم ما، تذكروا كلامي باذن الله، في ناس بهذا المكان وراح اقول له اياها بوشه، بس ان شاء الله كل واحد لحاله راح يكون له شان كثير كبير باذن الله، سواء مع قناه المجد او انه يشق طريقه لوحده. والله يا اخي اول شيء نشكر قناه المجد على ان اتاحت لنا الفرصه انه نعرف انفسنا على الجمهور، واشكر لك يا شيف محمود على انك شفت فيني الموهبه، ما شاء الله اتمنى تستثمرها. انا هداك اليوم هذا اللي قاعد بالهذا مدري مين ضحك عليه وقال له، وقال لك شو قال لك عزاز له منشد منشد ايه قال لك شو قال لك صاحب الصوت الشجي مين هو نسيت اسمه؟ هذا ضيف فخم فخم هذا اللي يعرف يسمع زين يا حبيبنا يا حبيبنا بالله عليك انت، انا واثق وقت سمعك كان حاطط سماعات. لا لا هو الاذن الوحيد، هو الاذن الوحيد النظيفه في العالم يا رجل، هذا مبخوشي طبله ابنه من 14 سنه. مولاي قد نمت عيون وتيقظت ايضا عيون. تسكت تسكت، الله يشكرك.